عليكم بناتي يا ولادي داخل الوطن وخارج الوطن، وكان بغيكم وكان حبكم وكان بوسكم من طنجة القويرة. وما تخلوش عليا بلي لايك، الله يستر عليكم. ما تخلوش على مكم عودة بطل كافور، وجدت معايا هاد الكتيبات انتم راه دايرين من هي غنحطها لكم من 29 في فبراير الى 20 مارس 2024. مهم دايرين العرض زوين، مهم انا حطيتها لكم. هما دايرين هاد الدقيق، انتم شوفوا الحساب راسكم. هذا الدقيق ديال القمح 67 درهم، هذا السميد 50 درهم، هذا تا هو ديال الفورس مزيان ديال الحلوى 21 درهم، هذا دايرين تا هو هذا 26 درهم. المهم غنحط لكم الحساب بلا ما نبقاش باش ما نتعطلش عليكم الفيديو وليداتي. يعني كل حاجه بحسابها كما مولفه عمكم عودة على قد الحاله وليداتي. الله يستر عليكم والله يحفظكم والله ينوركم. هذا الشيء اللي كاين ها نتوما وليداتي، كان غيب شويه باش الواحد يشوف. واللي قريب لي راه غيمشي ويدور دوره ويش منها خرجه منها يدور يشوف اشنو كاين. نتوما ايوا لالا لالا الزيت هي اللي كتشنشن. دابا هادشي كلو كيبغيه الناس في سيدنا هاد الشهر مبارك. الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وطول العمر، والله يهدي الجميع وليداتي، الله يهدي الجميع. هادشي راه ما كما قلت لكم راه ما بقات صحبة ما بقات طعام، الله يستر ما بقات حتى حاجة. دابا على هادشي ما بقاش الواحد يتيق يدخل شي واحد عنده للدار وليداتي ويوكلو ويشربو في الاخر يخرج يضرب فيه. هادي راه لا يعقل وليداتي، اللي غايدير الخير في راسو مي صافي مبقاش بحال سميتو تدخلي بنادم ويخاف من الطعام، وكتخافي غير من يقولك غير الدخان. ايوا هادشي اللي كاين، وكنتمنى ان شاء الله هاد العواشر يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر والرزيق يا ربي. وهاد سيدنا رمضان يا ربي سهل على الجميع. هانتوما وليداتي انا كنهضر وكنحط لكم شوي بشوي. هادي اللي عجبتني هاد القهوه 35 درهم جوج، زوينة. نشوف شحال من قهوه هاد الكرامات ديالها شحال فيها ما بانوا لياش. هادو جوج واتاي عرفتي راه بنادم كيبغي اتاي في سيدنا رمضان كيبغي يعني هو كيجلس الواحد كيتشهى بالنهار كيتشهى وصافي الله يسمح لينا وصافي. وما راه هو راه ماشي ديال المكره، راه ديال العباده وليداتي. الواحد يدير هذاك الشيء اللي كتب الله وصافي، يدير هذاك الشيء اللي كتب الله والله يقنعنا بالله، الله يقنعنا بالله وليداتي. هادشي اللي كاين انا راه ماشي شي وحده اللي ملهوفه كيجي شي عواشر ونكون لا الحمد لله اللهم لك الحمد. كندير هذاك الشيء سميتو صافي ماشي هذاك كندير شوي 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 من هنا شوي من هنا شوي ديال سميتو صافي ماشي ملهوفه كاع بحال هكاك باش يبقى الواحد حاجه. حيت ما كتاكلش في رمضان شي ماكله صافي غير كتشرب هذيك الميها صافي كتسوى وتمشي للجامع وت هادشي اللي كاين وليداتي. كنتمنى لكم الخير وكنتمنى لكم السعاده وكنبغيكم بزاف بزاف بحال هادشي يعني وكيعجبني انا في رمضان هاد كيريد معايا انا مكم عوده كنشرب كاس ديال القهوه هو الاول ونوض صلي وسميتو عاد نرجع لك نفطر بشي حاجه وصافي ما عنديش هذيك الماكله بزاف وصافي. هادشي اللي كاين وليداتي والله يسهل عليكم وكنبغيكم بزاف بزاف. مهم كنحط لكم الحساب واخا كنهضر راه كنزوم لكم على الحساب وليداتي.
هادشي اللي كاين. انا كيعجبوني هادشي اللي قال الفواكه ديال البحر. هذا الكروفيت ب 44 درهم زوين. هذا سميتو ديال الشليضات، ديال الشلاضة البحر، الفواكه ديال البحر ب 17 درهم. هذا مجمول، هذا تا هو 34 درهم. داكشي ديال الفواكه ديال البحر يعني زويونين، يعني الواحد يدير بهم الشليضه بحال هكاك خفيفه وزوينه. داكشي ايوا خلاص، اللي بغى هادشي انتم هذا الثمن ديالهم. وسيدنا اللحم اللي كيبغي اللحم وكيبغي هذاك الشيء، هانتوما وليداتي الثمن، كل واحد بالثمن ديالو. هانتوما هذا بالثمن ديالو، هذا بالثمن ديالو، هذا بالثمن ديالو، هذا بالثمن ديالو، هذا بالثمن ديالو. يعني وشوفوا الثمن لراسكم، حيت الا مشيت تحسب لكم عوده صافي كلاسها تما. هاد الشيء هاد التخربيق بلا ما عنديش انا مع هاد الشباكيه. انا كتعجبني الشباكيه ديال الدار. ايوا هاد الشيء ديال اللي سميتو مهم. غندير معكم هاد نكمل معكم هاد ونخلي لاخر حتى نزيد معكم غير هذا. كندير لكم الفيديو اللي بقى ندير لكم فيديو لاخر. هانتوما هاد الثمن ديالهم وليداتي. الثمن الشي ديال التنظيف ديال الدراري وديال بنادم السينيار داكشي. وكنتمنى لكم الخير وكنبغيكم وليداتي بزاف 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 كما قلت لكم. اللي ناضيك والله يحفظنا من شر الخلق، الله يحفظنا من شر الخلق. وكنتمنى ان شاء الله هذا الشهر يدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. وكنتمنى لكم الخير وليداتي، ودخلوا وديروا لي لايك عاونوا امكم عوده. الله يحفظكم وليداتي، الله يستر عليكم والله ينوركم. ونتمنى ان شاء الله هذا الشهر يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي يا ربي.